هذا يقول نحن نرغب في الحج هذا العام، ولكن ظروف العمل تمنعنا ونحن نعمل بالحرم، فهل يجوز لنا الوقوف بعرفات ليلا؟ أفيدونا أفادكم الله. أولا، العامل الذي استؤجر لعمل هذا لا يجوز له أن يحج إلا إذا سمح له من قبل المستأجر، فإذا سمح له بالحج فلا بأس، والوقوف ليلا لا بأس به إلى أن يطلع الفجر. ليلة العاشر هذه تابعة ليوم التاسع، يجوز للإنسان أنه يقف فيها إلى قبل طلوع الفجر، لأن الوقوف يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة ويمتد إلى طلوع الفجر ليلة النحار. فإذا وقفت في ليلة العاشر قبل طلوع الفجر فقد وقفت بعرفة والحمد لله. هذا يقول: ما رأي الإسلام في فوائد البنك؟ عندنا فلوس ولم أقدر أشغل هذه الفلوس، والمرتب لا يكفي. نقول: الفوائد الربوية حرام من البنك ومن غيره، الفوائد الربوية حرام، الله حرم الربا في صريح القرآن والسنة وتوعد عليه، فلا يجوز الاستثمار الربوي لا في البنوك ولا في غيرها. وقد جعل الله من المعاملات الصحيحة ما يغني عن المرابات، البيع والشراء وكذلك تأجير العقارات وتأجير البيوت والسيارات وغير ذلك، هذا فيه غنية للمسلم عن المرابات. هذا يقول: أنا وزوجتي أتينا من اليمن ولم نحرم، ونحن في مكة الآن، أنا وزوجتي، ما هو الحكم في ذلك؟ إذا كنتم جئتم من اليمن بقصد الحج فالواجب عليكم أن تحرموا من ميقات اليمن، أو تحرمون من الميقات الذي تمرون به في طريقكم، سواء ميقات اليمن أو غيره، الميقات الذي تمرون به في طريقكم تحرمون منه، وإذا تجاوزتم بدون إحرام ترجعون إليه تحرمون منه، ترجعون إليه وتحرمون منه إلى الميقات الذي تركتم الإحرام منه. أما إذا جئتم من اليمن بغير نية الحج، جئتم بنية زيارة أقارب أو عمل أو ما أشبه ذلك، ما عندكم نية للحج، وبعد ذلك تجددت لكم نية وأنتم في مكة، عزمتم على الحج وحصلت نية الحج بعد ما تجاوزتم الميقات، تحرمون من المكان الذي نويتم فيه، تحرمون من مكة إذا كانت نية الحج ما حصلت إلا بعد أن وصلتم إلى مكة، أحرموا من مكة. أما إذا كانت نية الحج معكم من يوم تمرون بالميقات فالواجب أن ترجعوا إلى الميقات وأن تحرموا منه.